أما برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان حلقة جديدة بعنوان القيامة تجيب عن تساؤلات الإنسان، وقد استضاف البرنامج الأب بشير بدر راعي كنيسة قلب يسوع في منطقة ناعور بعمان، حيث تحدثت الحلقة عن مفهوم القيامة في حياة الناس والتي هي الختم الإلهي على التصديق لأصل السيد المسيح ولحقيقة دعوته. فإلى هناك أبونا، نحن في حلقتنا الماضية تحدثنا عن موضوع القيامة وأخذنا الحديث لتساؤلات أخرى طرحتها الناس بين بعضها وأحيانا طرحتها كمان لإلنا. القيامة تأثيرها، كيف جاوبت القيامة على تساؤلات البشر أو تساؤلات الإنسان كإنسان مؤمن؟ عم نحكي نحن كيف القيامة أثرت علي، جاوبت على سؤالي من هو السيد المسيح بالنسبة لي؟ لماذا أنا موجودة بهاي الحياة؟ شو هالملكوت؟ ما هو موضوع الملكوت؟ كيف بدي أفهم الملكوت؟ شو معنى حياتي؟ شو رسالتي؟ لماذا الألم موجود؟ لماذا الشر موجود؟ فهي كل هاي التساؤلات أبونا بالقيامة لقت أجوبة لكل هذه التساؤلات. وأهم سؤال، من هو السيد المسيح؟ ماذا تقول القيامة عن يسوع؟ وماذا تقول القيامة عن الإنسان وللإنسان؟ أولا أبدأ وأقول المسيح قام، حقا قام. هذه كانت قلب البشارة المسيحية. الرسل لما انطلقوا يبشروا حكوا كلمتين، قد قام. نعم، قد قام، قد قام، قلب البشارة كانوا يسموها الكاريجما الإنجيلية. وهذه الكلمة سمعوها من السماء، قال الملائكة ليس ها هنا بل قام. قام، نعم، هي نقل حرفي لرسالة السماء، إنه قام وليس ها هنا. وأغسطينوس القديس الكبير ابن أباء الكنيسة العظام يقول إنه إيمان المسيحيين هو الإيمان بقيامة يسوع. نعم، إيمان المسيحيين هو الإيمان بقيامة رب، لا أحد يؤمن بقيامته إلا المسيحيين. هذا ما يجعلنا متميزين، ولا يمكن أن تكون مسيحيا بدون الإيمان بالقيامة، بقيامة يسوع وأيضا بالقيامة الأبدية لكل إنسان. مشان هيك إذا أردنا أن يعني لنا الاحتفال بالفصح شيء وأن نتعمق في فهمنا لإيماننا، أود أن أتوقف عند الأمرين. الأمر الأول هو القيامة بالنسبة ليسوع ومفعولها مش فيه ولكن عنه، والقيامة ومفعولها فينا. بالنسبة عن ليسوع، القيامة هي أولا شهادة الآب عن حقيقة هذا الابن الحبيب. قال بطرس الرسول إن الله أقامه من بين الأموات ونحن شهود على ذلك، أي أن القيامة تشهد أمام أعيننا وأمام واقع الإنسان عمن هو المسيح. القيامة الضمانة الأولى لأصل السيد المسيح وحقيقة رسالته. سؤال أنا لما يعني وجدت لقيته عميق، لما يقول من أقام السيد المسيح من الموت، هل أقام نفسه؟ إذا أقام نفسه كان الجواب نعم، هو أقام نفسه لأنه هو الرب الإله الظاهر في الجسد. ولكن إذا حكينا أنه أقامه الرب أو أقامه الآب، فهون الجواب، لأنه أنا بالجواب هذا الشخص اللي سأل هذا السؤال فلقيت أنه هو يعني إنسان متعمق في هذه في حياته الروحية ومحتاج للإجابة على هذا السؤال. يسوع دائما أعلن أنا في الآب والآب في، وظهور يسوع في الجسد هو ظهور الله لنا في الجسد. نعم، ولا تناقض بين قول أقامه الآب لأنه يريد أن يكون شريك أيضا في خلاصنا، وبينما نقول قام يسوع بقوة الألوهية الساكنة فيه. وعليه نحن بعد القيامة لم نجعل يسوع ربا، ولكن ظهر لنا هو الرب. وبتبشير الرسل الكريجما اللي حكيت عليها لقد قام، مشان هيك يعني
ذكرت الأمرين، أنه مسيح الإيمان، لأنه بالنسبة لليهود لم يكونوا ينتظروا سوى المسيح. نعم. المسيح خريستوس كرايست. بالنسبة للوثنيين لم يكونوا ينتظروا المسيح، ما كانوا يعرفوا هذا الانتظار، فقدم لهم بولس الرسول المسيح أنه كيريوس the Lord دومينوس السيد الرب. بالنسبة للنبوءات العهد القديم تنبأت عن المسيح، والله الحي فينا وبيننا ومعنا، وبالنسبة للوثنيين الذين قبلوا الإيمان المسيحي، المسيح هو قاهر الموت وسيد الحياة، إذن هو كيريوس دومينوس السيد. نعم، نحن دائما نحتفل وبيحتفلوا الكنائس بسبت إليعازر، وهي وكنا حكينا بحلقاتنا الماضية لماذا هذا المثل بالذات. سبت إليعازر كان تحضير للأسبوع المقدس، لأنه سبت إليعازر يعني شهد لنا شهادة حية عن قوة السيد المسيح، بحيث أنه قهر الموت وأقام إليعازر بعد موته بثلاث أربعة أيام مسبقا يعني. نعم مسبقا، وهذا الذي يقول يسوع عن ذاته. نعم. أنا القيامة. نعم. والحياة لأخت لعازر. أنا القيامة. نعم. والحياة. نعم. يسوع القيامة أيضا يقوم بفعل الإقامة. نعم. يقيم. نعم. العازر، لكن القيامة الحقيقية هي القيامة الأبدية. يعني هون السؤال اللي بدنا نيجي عليه، أنه قبل ما نطرح أبونا موضوع الألم وموضوع الشر الموجود بالحياة، القيامة أجابت على هذا التساؤلات، لماذا الشر موجود؟ يعني لماذا يسمح الله بالشر أو بالألم للأشخاص اللي أنه دعاهم أنتم أبنائي وأنا بحبكم، بذلت نفسي من أجلكم، ولكن على هذه البسيطة وهذه الدنيا يسمح بالشر ويسمح بالألم. إذا كان الله سيد الحياة وإذا كان طيبا، فلماذا الشر موجود؟ أو لماذا نقول لا يريد الله الشر ولكن يسمح به؟ نعم. مع إطلالة كل يوم وأنا جاي هلا على الطريق كنت أفكر في الأمر، مع إطلالة صباح كل يوم نأمل ما هو جميل، والناس اللي رايحة على أشغالها، أفكر في كل واحد شو يحمل يعني توقعات لهذا النهار، ولا رايع على مقابلة، ولا رايع على شغله، فيهم. نعم. السعيد، فيهم المريض، فيهم رايع على المستشفى. صح. فيهم اللي منطلق، أنا قلت كل يوم بتساءل هدول وين رايحين ومن وين جايين. نعم. وأنا راجع، كل هذه الحقائق الإنسانية بتخلينا نتساءل طب ليش، لماذا؟ الكتاب المقدس مليء. نعم. بعشرات إن لم تكن مئات الأسئلة، لماذا يا رب؟ لماذا ذلك؟ للتوضيح، الله أصل الخير. نعم. لا بل الله هو الخير المطلق، والكتاب المقدس يتكلم عن شعور الله بتعابير إنسانية على ألم الإنسان. نعم. وكيف قلبه، وأيضا يعطي سورة الرحم الذي من الرحمة تتحرك أحشاؤه. تمام. نحو ألام. مم. أبنائه، لذلك نبعد أن الشر مصدره الله. الله. نعم. الشر جاء من أكثر من مصدر. المصدر الأول قبل أن نقول الإنسان، هو بحكم ما تعلمه الكنيسة الكاثوليكية، مشان هيك جبت هذا الكتاب مشان أقرأ فقرة واحدة، أوكي؟ إنه الخلق كله محدود. لماذا خلق الله الكون محدود؟ لأنه يسير إلى كمال، وهذا ما يتكلم عنه لاهوت بولس الرسول، الكمال والاكتمال في نهاية العالم. نعم.